ولذلك وللتأكيد هنا يعني حتى تم الإشارة لموضوع فيما يتعلق بتفاعل النواب، نواب 2018 ل 2022 تأكيدا لا يستحقون لا تقاعد ولا يدفعون تقاعد ولا لهم أي مميزات تقاعدية، ما لهم شيء، ولذلك هم لا يؤثرون على الصندوق إطلاقا. أما مرسوم 2018 حمل ميزانية الدولة بأن تدفع تقاعد النواب السابقين واللي هو يبلغ 3,200,000 دينار. فأنا عندي تقاعدين الآن للنواب السابقين والوزراء السابقين، وزراء السابقين 1,900,000 والنواب السابقين 3,200,000 دينار. فأتمنى من سعادة الوزير، هل هناك حسبة اكتوارية، إذا يعني الإخوان في التأمينات يزودون بالمعلومة، حسبة اكتوارية لتقاعد الوزراء وما مدى تأثيره بالنسبة للسنوات القادمة على الصندوق؟ هل بينقص من عمر الصندوق ولا بيزيد من عمر الصندوق مثل ما يأتي الإصلاحات العشر؟